يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذت سلفة من رجل أعرف أن ماله كله حرام ومتأكد من حرمته لأبدأ به مشروعا وأرد ماله له بعد ذلك، فليس هناك من يقرضني غيره مع العلم أنه لن يشاركني في هذا المشروع وليس علي منه ضرر. سؤالي، هل ربحي من هذا المشروع حلال أم لا؟ هذا لا يجوز، المشروع هذا ممول من الحرام فلا يجوز، لا يجوز لك هذا العمل، أن تأخذ الحرام اللي تعلم أنه حرام وتبني به بيت ولا مسكن ولا متجر ولا، لا يجوز هذا، أصله حرام وما نتج عنه فهو حرام. وإذا كنت تقول أن ما تجد من يقرضك، ما هو لازم تحط مشروع يا أخي، انتظر لما يجيب الله لك شيء من المال وحط مشروع من الحلال. أما ما دام ما معك نقود لا تقم أي مشروع، والمسكن استاجر، إذا صار مالك مسكن استاجر، لما أنك تستطيع بناء المسكن من مال حلال. نعم.